السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبتكم عند ماجيك بلو. رمضان هذا كيجيو الشهيوات، كيجيو بزاف ديال الحوايج. المهم حنا جايين لكم الهضره. اول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نطيبوا هاد الدجاج في هاد لا ماشين جديده ديال ماجيك بلو. اول حاجه غادي نشرمل هاد الدجاج معاكم، كلشي غادي نديرو قدامكم باش تشوفوا ان هاد لا ماشين هادي غادي تطيب هاد جوج دجاجات في خطره واحده، وتشوفوا كيفاش غادي تطيبهم. كيجيو فتيين ياك ومحمرين، وامتى سمير غادي تشرح لي كيفاش كتخدم. انا غادي نبارطاجي معكم هاد الدجاج. المهم البنات، بالنسبه للعطريه انتم راكم عارفين اش كنديروا في الدجاج المحمر. كنديروا العطريه ديالنا، شويه ديال الماء، وكنهزوا الدجاج ديالنا وكنحاولوا اننا ندخلوا ليه العطريه. ما كتحتاج لا تسخن لا حتى شي حاجه سامير. لا ما تسخن ما والو، حتى الزيت راه ما درناهش، حتى الزيت راه داكشي اللي لاحظت ما كاين لا زيت لا حتى شي حاجه. المهم غادي نحمروا هاد الدجاج هكا، نعمروه بالعطريه مزيان من الداخل، من الجناب، من كلشي، وغادي ندوزو باش ان شاء الله نطيبو. فوالا هادي لوكسيكال، الناس اللي كيسمعوا بلوكسيكال راه هي هادي. هادي الاير فراير اللي ما تلقاهاش في السوق، ما كتباعش في السوق، بروميير كاليتي اللي كاينه في العالم، هادي في العالم اللي كاينه. بالنسبه لترجعها 5.5، ولكن الا مشيتي للسوق بغيتي اي اير فراير بهذا العبار هذا غتاخديها على اساس انها 10.8، ان العبارات كيختلفوا. الا كانت حاجه اصلي كيعطوك العبار اكزاكت، كانت مزوره كيعطوك كيكتبوا لك في العبار باش تشري برودوي. فوالا هادي 5.5، ولكن حنا غنشوفوا غتهز لينا جوج ديال الدجاجات دقه واحده. يلا نبداو سريع ان شاء الله. يلا بسم الله. فوالا نبدا بهادي الاولى. تقريبا هاد جوج دجاجات تقريبا تكون فيهم شي 2 كيلو هاد الدجاجات البنات. فايتين جوج كيلو؟ لا جوج كيلو، جوجهم فيهم جوج، فيهم 4.5، وحده كبيره وحده ديال كبيره. تبارك الله. شوف الدجاجه قداش غادي لها بلاصه. شوفوا البنات، يعني تقدر تهز لكم زعما جوج دجاجات، هما يعني العدد المعقول اللي كنبغيو حنا نطيبو في الطنجره. جوج كبار، جوج كبار بلا زيت بلا والو سامي. بلا والو، غنسدوها بحال هكا. لاحظوا معايا غير باش تعرفي الاير فراير الاصليه هذه غير ديكلاري بها 5.5، هزات ليا جوج دجاجات. كاينين الناس اللي واخدين مكتوبه فيها 8، مكتوبه فيها 10، ما كتهزش فيهم جوج كبيره ما تهزهمش. هذه باش تعرف الطن الاصلي من ليميتاسيون. بالنسبه لطريقه الاستعمال كنشعلها من هنا. هنا عندنا هاد ام هي اللي كتحكم ليا في البروغرامات كاملين، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ديال لي بروغرامات. يمكن ندير هاد الشبيكه كنديرها الا بغيت مثلا نصايب الدجاج نورمالمون غنهزها انا، هادي اللي غنعاود نجبدها وندير هادي لان سمدتش هادي باش داك الزيت كيهبط من هنا. هنايا كيما درت هنا كنزيد درجه الحراره، هنا كنزيد الوقت، لاحظ معايا يمكن ينقصو، وهنا يمكن ينقص كذلك، لاحظ معايا 70 45، يمكن ليا كذلك نزيد وكنخدمها. كتقتصد حتى في الوقت سامير. هيا 180 درجة، 185، 190، 200 درجة. كنعاود نوراك هذه اللي كتسيني بحال هكا باش كنخدمها. فوالا. وكتقتصد حتى في الوقت. وفي الوقت بطبيعة الحال، وباش زوينة هذه الماكلة صحية 100%. يعني بالنسبة للناس بنادم اللي صايم رمضان باش تشعلي الفران ديال الدار السخونية، لو بليبار ديالنا حنايا الكوزينة تاعهم كتكون صغيرة. إلا خدمت الفران الكوزينه كتولي كلها سخونه رمضان. هادي ندير فيها الحوت، ندير فيها الحراره ديالها كتبقى فيها فوالا الحراره تاعها، هنا كتخرج واحد شويه غادي تدير يدك هنا تبان كتخرج بحال بحال البروديه، يعني فونتيلاتور كيخرج فوالا. يعني طيبي فيها ما فيها الصداع، سخني فيها. بالنسبه لشي حاجه جامده من الثلاجه بحال الخبز تيباك كواسون كديريها هنا ديك طومو كتسخن. هنا بالنسبه كيما شتي درنا الدجاج، هنايا غادي نوصل حاجه اخرى. دابا غادي نلونسيو حاجه صوصات. دابا سامي شنو غنديرو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، غنديرو هاد الجيلات هادو، نديرو بلا عطريه. دابا البنات غادي نطيبو ثلاثه الحوايج دقه واحده. بالنسبه للناس، بالنسبه لي صوصات ها هو حتى هو غير هو الناس اللي ما عندهمش الوقت هنايا هاد الفيديو ديالو. هادي ما نديرش حاجه فوق حاجه، كل حاجه بوحدها. انا ندير لي نوغيت فوالا، كندخل هادي ليكبارمون. بالنسبة للخدمة اللي كندير أنا ملي كنسدها فوالا، كندير بحال هكا، كندير إم، كندير بحال هكا، صافي كنخدم هادي ليكبارمون. ما كديرش لا بروغرام. كاين لا بروغرام، لا والو عندي إم.
حيت علاش؟ لان هاد لامارك هادي يمكن لي نكون خدام بها، كنفتحها كنشوف واش طاب ولا ما طابش، نعاود نسد كتكمل الخدمه. تعاود تخدم بوحدها. بالنسبه لهنايا الناس ديال رمضان غنحيدو الشبيكه هادي باش نحيدوها. باش كنديرو؟ شنو غنديرو؟ نحمرو باش نديرو اللحسة. فوالا سكوتش شو بعد خاصك تعمل عندي انا. فوالا هنايا نديرو اللوز وهنا يعني دخلت لي الثقه ديال زنجلان وكاين ندير النافع. الناس اللي باقي ما داروش سلو هي بالنسبه لهادو راه غير كنديرهم غير شي 5 دقائق ما كاملاش وكيتحمروا بالنسبه للنافع حتى هو كنديرو النافع كنبغي غير الشمس سخونيه كنحيدو الشباكي وكنديرو النافع فوالا وكنسخنهم فوالا نخدمهم ديريكتور فوالا حنا درناهم دابا هكا خدمهم ديريكتور ما نديرش لهم بروغرام كندير ام صافي نخدمو ديريكتومو وكنبقى نقلبهم هي هادي بالنسبه للاير فراير نسناو هادشي طيب ودابا البنات غادي يصايبوا العصير في هاد لاماشين هادي شنو سميتها هادي هي لاماشين الوحش اللي كيديروا بها بزاف الوحش كاع الوحش زوين غنشوفوا الوحش البنات ودابا هي وقيتها ديال رمضان الناس كيبغيو يصايبوا العصير لان في اوروبا في رمضان ماكينه العصير خص تكون ضروري بحال العيد الكبير الثلاجه ضروري دابا ماكينه العصير خص تكون ضروري اشنو غنطيبوا غنطيبوا فيها غنطيبوا فيها غنطحنوا فيها انا بالنسبه للعصير ديالي داك الموسفا الاحمر غنقبض صاحبي معايا حتى حاجه ما غنقطعها غنلوح الليمون ديالي صايم كلشي صايم فوالا التفاح ديالي غنقطو غنحيد فقط غير هذه الحوريه وما كانش فيها حوريه ديروها ماشي مشكل ماشي مشكل ديروها شوفوا معايا غير باش عرف لاماشين زوينه اما بالنسبه للقضيه اللي نطحن فيها شي حاجه اللي قاصحه بزاف بحال دابا كتلقى بزاف ديال لي فيديو كنطحنوا فيها الزاج وطحنوا فيها اول حاجه حنا كنا صباخين من داك الفيديو دابا ملي ولات بزاف صح حيدناه انا ماشي كيستو انني نطحن الزاج هذه خاصني نشوف واش كطحن ليا بهذه الطريقه ولا ما كطحنش انا غنقبض الكيوي ديالي باش زوينه هذه الديسير ديالي لاحظوا معايا ما كنبقاش نقطعو طري فاس كتلوح كلشي صايم كلشي صايم كلشينا كيلوحو صايم حسب بالنسبه للفطور بان لي هنا حتى هاد الجونجون حتى هو غادي يكون هكا هاي لاح جونجون صايم يعني ما كنحكو ما والو بالنسبه لبنادم كيكون صايم راه ما في ما يقطع هو احسن حاجه تفطر بعصير يكون صحي 100% هنا غنقبض اللوح هنايا نسد لاماشين ديالي وكندور ما كدير لا Thank you.
انا كنشوف واش مثلا تعصر ليا ولا باقي شويه تبارك الله. صح حلوه البنات بلا عصير بلا ماء بلا حتى شي حاجه فواكه بوحدهم. دابا خاص غير بهاد الفيتاس الاول راه فيه بزاف لك الزربان كيخدم الفيتاس انا باش نحافظ على ماشين ديالي غنحط عليه كلشي. كنت باغي ان دو تخوا راه بحال هكا انا كنت تبوكات لك شي حاجه غنخدم بها فوالا. ها هو انا كنشوف ان العصير ديالي ها هو وجد شوفوا البنات احسن عصير ركزوا مع العصير البنات. هذا ما كيتشربش كيتكال بالمعلقه هذه لو تي هذا واو 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 غير شويه ديال الشوكولات. الناس اللي دايرين شريجي ما يديروش الشوكولات. شو عصير كيفاش داير زوينه زوينه ما راح توالو حتى طريف ما بان كلشي تطحن البنات هذا كلشي تطحن العصير ديالي. شوف العصير الناس اللي كيديروا الريجيم الناس اللي كيديروا السبور الناس اللي ناقصين السكر اولا الناس اللي باغيين يستافدوا من الفواكه ما عندكمش الصراحه ما تقولوا فهاد الدنيا كاينه هذه هذه بالنسبه لكم كتي صغيره بحال مثلا واحد جماطيشات ثلاثه الحريره ولا اربعه. بالنسبه للعطريه ممكن يطحن فيها العطريه حتى هي هي هذه لا ماشي العجيبه هادي خطيره جدا كدير كنا كنبيع ب 400 ياك 400 درهم دابا درنا 320 درهم 320 غرام ثمن واعره وراه عجبات صالحه واعره 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 لا زوينه. انا ملي طحنات العصير بلا ما العصير حي الريجيم انت جبتي لي الخبر ديال الريجيم ديال الريجيم بان في الريجيم لا شحال خايبه تقول لي قولي زوينه لا مابانش 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 لا كيما قلت لكم البنات ما عندكم ما تقولوا في هاد لاماشين صراحه زوينه. انا واقفه حداه انا شفتو كيفاش ما زاد لا ما ما زاد حتى شي حاجه لي خوي طحنوا كاملين شوفوا على عينيكم. لا هي واخا حنا نقولوا مازال صالحه كدابه ولكن راه البرودوي لا لا كيدوي على راسك كيدوي على راسك جاب حل فيلوتي يعني زوين 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 الماكينه ديال ديال رمضان انت الثمن ديالها مشجع صراحه مشجع طبعا. انا تاخذي ماكينه نورمالمون تاخذي ماكينه عادي دوك الماكين كاع تخدم لك 15 يوم غتاخذيها ب 280 درهم يعني ماشي شي حاجه بزاف ولكن هذه كتصبر هذه كتصبر هذه كيكه البغرير ديري فيها كل شيء وبالزوينه الموطور ديالها كبير يعني ما تخافيش تقرب كل شي حاجه فوالا. بالنسبه لماشين هي هذه الثمن 320 درهم. بالنسبه للمحل ديالنا عندنا محل كاين في عين الشق وما ما بغيتكم ما بغيتكم يعني غير زادوا جداد لي زاد صالح حنا قدام كيعرفونا غنخلي لكم الارقام كلهم في هنايا في الفيديو غتشوفوهم هنا في الفيديو. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدوزوا لا كوموند في يعني في البلاصه غتلقاو الرقم صندوق الوصف غتلقاو فيه العنوان التفاصيل كاملين ديال الشوب في كنخ الزهره. وكاين المحل هنايا في بورغون. بالنسبه للارسال داخل كازا راه كنصيفطو وكنتخلصو زائد ثمن الارسال. بالنسبه لخارج كازا او خارج المغرب راه حتى كيصيفطو لنا الفلوس وكنصيفطو لهم السلعه. غير بالنسبه للضمان انا كنعاود نقولها كنا كنقولها في الفيديوهات الاولين ديال صالحه صالحه عاد شحال نقول لها اجي يلا شديتها امين دابا شدات ما عرفتش بقيت فيها ولا لا. بالنسبه اش خصني نقول؟ بالنسبه للضمان فوالا بالنسبه للضمان الضمان ديالنا حنا ما كنعطيوش ضمان اكخي مكتوب بحال هكا لان الضمان اكخي انا ما كنعترفش به اصلا. الضمان ديال الشركه ديالنا هو ان بالنسبه لي ماشين اللي كتاخذ من عندنا الا كانت غتصيب بحال هكا راه كنصايبوها غراتوي الا كنتي غتبدلي بياسه راه كتخلصي البياسه يعني كيجيو عندكم ناس كتصايبوها لكم سلعتنا سلعتنا ما كنصايبوش اي واحد كتكون سلعتنا حنا كنعرفوا سلعتنا يعني البنات كتصايبوا السلعه ديالهم ديال ماجيك بلو كتجيو عندهم كيصايبوها لكم فوالا فابور قدام كنصايبوها لهم فابور الا كانت شي بياسه غتبدل راه كيخلصوها. دابا غندوزو المنتوج الثالث. دابا البنات غنبارطاجيو معكم الموندولين ديال الخضره فوالا. بالنسبه لهاد الموندولين هذه اول حاجه هذه ما كاين فيها لا ميطاسيو لا في السوق لا والو. هذه بغيتيها غتجي لهنا هذه الاوريجينال كاين هنا كاينه وحده كاينه هنا باقي ما كنبغيوش غير غادي يجيبوا لها. دابا انا صراحه ماني فوالا هذه الله يبداو يجيبوها لها الجاي. هذه بالنسبه للبرودوي ديال ماجيك بلو كتكون من واحد جوج ثلاثة أربعة وهذا كيمثل خمسة يعني هذا فيه جوج فيه جوج جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال الماس. أشنو كتعمل؟ بالنسبة لأول استعمال غنحيدو هاد ثلاث الماس وغناخدو الموس أول هذا كنقبطو كنركبو بهاد الطريقة. طاح معايا عندي هاد البلايصة كنحطها هنا كندفع وكنسد لاماشين ديالي فوالا. دابا عندي ماكينة أشنو كدير هادي؟ هادي بالنسبة للناس اللي كيبغيو الفخيت ماكدو كيقبطوها بالشابو
بهذه الطريقه نخلي هذا ليبر وكنضغط باش كيطلع. فوالا هنايا كندير المقله سخون وكنقبض كنهبط نعاود نهز يدي ونهبط ما كنرجعش نعاود نهز يدي ونهبط كنعاود نهز يدي ونهبط كنعاود نهز يدي ونهبط كنعاود نهز يدي الصريحه فوالا هنايا بالنسبه نحيدو هادو كيبقاو عندي هادو شوفوا البنات شوفوا البطاطا كيفاش مقطعه ميم طاي ميم بيسور هذا ما غيتحرق ما والو ديري المقله ديالك تسخن ها لي فخيت ديالك واجد هذا بالنسبه لي فخيت شوفوا معايا ماشي غير البطاطا قلت لك ديري جميع انواع الخضار وجميع انواع الفواكه فوالا ما بقى حتى والو اللي دابا البصله حطوا البصله ديالنا كاينين جوج ديال الطرق عطيني لك الموس بالنسبه للطريقه الاحترافيه اللي غتعلمي ليها هنايا كنقبط الموس كنضربها واحد جوج ديال الضربات هنا بالنسبه للبصله كنتي زربانه كنهبط 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 لحظه البنات شوفوا البصله كيفاش البصله ديالي كيفاش عامله هنا بالنسبه للبصله قبط البصله ديالي هي ديريك طومو المقله شوفوا البنات البصله ماشي غير البصله كيديروا حتى اصعب شيء هو مطيش مطيشه تكون طيبه نفس الشكل ديال البصله نفس الشكل ديال البصله باش عارف الماس ماضين ما عطيش راه ما كيدوش فيها حتى الموس العادي واو ما عطيش مربعات مكعبات بروفيسيونيل هنا بغيت تكوني تخيلي هنا راه تجيبي مسطره وستيلو صعب غير وما تصدقش بحال هكا شوفوا البنات قطع كيفاش داير هذه بالنسبه لا ماشي العجيبه جدا ماشي غير فقط من هنايا حتى بالنسبه للخيار انا بالنسبه للخيار دائما الشابو انا كنشد المعلم ليها هنا بالنسبه للخيار شوفوا معايا الطريقه ديال الخيار حتى هو مكعبات مربعات شوفوا البنات ها هي لا سلاد وجدات فوالا سلاد صوبه اي حاجه بغيتيها يمكن تخدمي بهذا العجيبه هذا هذا بالنسبه للموس الاول كنضغط على هذا بهذه الطريقه كندفعو لتحت كيتحل نجبد الموس هذا بالنسبه للموس الاول ندوزو الموس الثاني اللي هو هذا وكنحطو بحال هكا وكندفع كنعاود نسدها هنا بالنسبه للتقطيعه الثانيه بحال هاد بحال البصله قبط البصله تاعي انا نوريكم بالنسبه للتقطيعه الثانيه كيفاش كندير لها هنايا يمكن يخدم هكا كما قلت لكم هذا اونتي ديال الناس يمكن يخدم هذه الطريقه البروفيسيونيل اللي قلت لكم هذه خاص تكوني تتعلمي مره هكا مره هكا دابا ضربي بالموس ولكن هذه شويه صعيبه حتى تجي عندك الماكينه ولكن شوفوا البنات كيفاش واو شوفوا البصله رقيقه عمري الدجاج عمري الحوت كتخرج رقيقه بزاف هذه بالنسبه للبصله بالنسبه للخضر كاملين باش ما نطولوش نفس طبيعه الحال نفس الديكور يمكن لك دير بالنسبه لي زالومات كنتي باغا تصاوبي دي زالومات كتقبطي جميع انواع الخضر بهذه الطريقة تجلب هكا تحطوها هنا انا عجبوني الطبيصلات صراحة هادو تاهما كنبيعوهم حنايا تاهما كنبيعوهم هادو البنات تاهما كيبيعوهم ماجيك بلو تا هاد الطبيصلات جميلة راحت معايا هنا بالنسبة نطلع ونهبط نطلع ونهبط هنا بالنسبة فريز عوالي هذا كيجي واعر كيف ديريه حتى تبخريه معايا كيفاش كيجي مع الروز مع الروز مع الشعر مع لي بات كذلك تحطيه بحال هكا تقدمي بحال هكا مسلوق يعني كتزيدي تغيري سميتو كنزول هذا هذا بالنسبه للموس الثاني كيصاوب ليا لي زالوميت وكيصاوب رقيق ندوزو الموس الثالث هو هذا كنركبو بحال هكا ونتبع هنا بغيت نخرج الخضره ديالي نقطعها دي غوندال غراند شوفي معايا هنا بسرعه بسهوله بلا عدم بلا تمام بلا ضياع الوقت الراحه السياحه كدير ميم زوينه في الكوزينه اشنو كتخلي لك تخلي لك الطياب والعجينه في رمضان فقط ما ديري والو شوفوا معايا ميم بيسور ما غيتحرق ما يضحكوا عليك ميم طاي ميم واعره واعره واعر. هذه واعره هذه قلتي الله مزوجه ولي الله كنتي باغا تزوجي ابار صالحه ان صالحنا عارفينها حاجه اصلا بارك الله فيك بوسي ما تحشميش انا حاد كاع راه خاصه
راني وحده باش تكمل. عندك انت وحده؟ عندي انا قلت لك باش بجوج حصلني صعب توستيها تهضرك بابا عيالها زي راه مونطوي عندي اللي بغاها. فوالا هنايا بالنسبه للتقطع الكبير باش ما نضيعوش الوقت غنقطعوا نفس الموس وغنقلبوا. هادي هاد الموس هذا كيدير ليا اول شيء بالنسبه للوليدات كيحماق وكما قلت لكم دائما الشابو في اليد ضروري. شيبس البنات كاينه ما كايناش عرفتك غدير شيبس. واو بطاطا وحده هذا ما تقشرش البنات شوفوا ترى ما تقبلو ما كتقشرش شوفوا شوفوا لي شيبس ها هي ديريكتومون المقله. هذه شيبس تاعي عجيبه واجدين ورقه شيبس ورقه هذه هي شيبس دوفري هذه يمكن لك ما فيها لا مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. طيبي وكولي ديريكتومون هنا بالنسبه للفله طاجين ديال البيتزا طاجين الحوت واش تعرف باش تعرفوا غير باش تعرفوا القوه ديال لاماشين. هنا بالنسبه للفلفله هي شوفوا معايا الفلفله غير باش نعرف القوه ديال لاماشين غادي نحطو مطيشه راه مستحيل نتحداك مدام تجيبي اكبر شيف في العالم ويقطع لك مطيشه بحال هكا. واو اجي حطها في الطاجين كدوب على الطاجين. هذه اللي خديتيها عاودي طلبي الصداق اعاده الفار اعاده النظر الفار 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 عاود الفار خدموا الفار قطعتها هذه. هنا بالنسبة خاصك تخدم الفار في الكوزينة وهنايا بالنسبة للناس اللي كيحماقوا على شوف معايا يا سلام هادي إلا كنتي كيعجبك كسكسو بالتفاية التفاية ها الفيرميسيل هذا ملي كديريه في الطاجين بحال هكا كيولي بحال الفيرميسيل ولا شي طاجين ديال البصلة بالزبيد واه كيولي هذا كيولي بحال الفيرميسيل فراس كيلقاق كيولي فيرميسيل فيرميسيل رائعة رائعة والله واعرة 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 حصريا جديد مع ماجيك شاف عندك في الدار ترى شاف بلا دار عندك في الدار بلا دار هي شاف اصلا. فوالا هنا بالنسبة نحيو نحيو نكملو خدمة وحدة هنا بالنسبة ليشو كذلك الناس ديال الريجيم الناس اللي كيبغيو يديرو خضيرة سوتي او لا سالاد او لا كيبغيو يديرو في لاسوب في لاسوب بطبيعة الحال او حتى تسوطيها او لا كاين اللي كيديرها فابس كيتعمرو بها البريوات كيدار مع بزاف د الحوايج شوفو البنات رائعة واو كلشيها رحمة سيدي ربي هاد الموضوع وكاين بزاف غنوريكم غير هاتو يمكن ديرو بحال مثلا ديرو الخص تجمعو بشي لاستيك وتقطعو يعني انت كتزدي افكار من راسك انا كنوريك البلانسي حتى الخص غادي يجي فكره زوينه هو كيجي ومازال ما شتو والو بالنسبه للناس صحاب الشهيوات قطعو هادي ضروري كيما نقول لكم الشابو تحافظي على ضروري من الشابو البنات لانها ماضيه هادي بالنسبه للبنجال بالنسبه للكورجيت بالنسبه للخيار شوف اي يا عيش والله تا واعره هذه شوفوا البنات العبار العبار زعما اكزاكت هو هذاك نفس العبار عمريها ها هو غادي يبدا يبتكر ها هو بدا كيتصاب الكفته دير الكفته نبدا نجيبوها هنايا شوفوا معايا واو احسن لي سوسون بالخضره احسن بلا في الفران هادي فوالا نحط الموس شوفوا ها هي تشاوي هنا ها هي وجدات هنا بالنسبه كيف ديري بحال هكا دخلي الفران الناس كيبغيو بحال هكا ما كيبغيوش الزيت الناس اللي كيبغيو يصايبوا البيتزا بالبنجان احسن سمعي سمعي المدام بنجال بيتزا بيتزا بنجال اليوم لقى بالدار بيتزا كيديروها الطاليان كيديروها بالبنجال ولا اصلا البيتزا الاصليه راه ما اكل ديك اليوم مطيشه فوالا حتى بالنسبه لي غوندي الرقاق على قرب لي باش يشوف هاد يشوف الناس سوعة. هاد الخفه والرشاقه شوفوا واعره واعره هادي خطيره هادي لا ماشين رائعه جدا شوف شحال متقطعه هذا 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 غير غير البرانسيب تنوع شوفوا البنات التنوع في الخضر هذا غير بالنسبه راه كيتعطي حتى افكار انك تطيب الخضر بطرق واحده اخرى ماشي حنا كنعرفوا على الطاجين غير ماشي انا ماشي انا ما كنوريش لي غوسي تبارك الله شحال ديال الافكار تيطيحوا عليك غير ملي
تشوف الخضره مقطعه بهذا الشكل. فوالا. لا الصراحه هذه حبيبه، هذه حبيبه رائعه. انا راه فراسك، انا راه خازناها في الدار وكنخدم بها بوحدي. واش شفتها؟ وانا اصلا كنصورهم ديكس ديال واحد اللايف كنقول لك صالحه كوكوت ديالي، كوكوت ديالي، كوكوت ديالي. كوكوت خاصني انا كنشوف. صوتي في الروز كترضوا، صوتي في الروز، درتي في الكوريين، كرعين، تحمر راس. صافي صافي صوتي، اجي عندي هنا زيد. شنو غدير دابا؟ فوالا بقى الموس الاخير اللي هو هذا، هذا كنركبو. اول حاجه درنا فيه قبيله ثومه، ثومه حنا فيه الثومه، هي الثومه باقه، درنا فيه الثومه ديريكتومون. هذا كنركبو باش كنوصل لاماشينا يتسداد. دابا ما تخافي لا من ماش ضربوك لا والو، صافي يتسداد. الومنيوم ماشي بلاستيك، بروميير كاليتي. هنا بالنسبه لي كاروت، فرماج، غافي. يا سلام يا سلام. راه كاينين الناس اللي كيقلبوا لهاد الماكينه غير هاد لوبسيون هادي، كاين ماشين كدير 120 درهم، كدير غير هادي. نشوفوا الناس خيزو كيرجع. فرماج، بالنسبه للشوكولات، لي ساندويش، كاشير، اي حاجه. فرماج البنات، الفرماج ركزوا على الفرماج، كنستهلكوا بزاف فرماج. الكره زوينة. مشات فيها، الا كانت عندك هذه الكره مشات، الكره مشات فيها. فوالا هذه هي لا ماشين ديالي. هذه كدير 250 درهم بروموسيون، ولكن ملي غنجمع واحد الباك غنقصوا منها. يعني ملي كتاخذوا باك مثلا كتاخذوا معاها شي حاجه واحده اخرى كتنقصوا في الثمن. بطبيعه الحال حنا غنوريكم الباك شنو هو وشحال كيدير. المهم اللي بغاها بوحدها راه 250، الا مشات مع صحاباتها غنقصوا في الثمن ديالها. فوالا دابا غادي ندوزو البياسه الثانيه في الباك اللي هي دابا غنعشيو ربيع البنات بهاد الاداه. شوفي هذيك، هذه اول حاجه. ما كنجربش والو، ماما هادي ما والو، ولكن بالنسبه للخدمه تاعها شوف معايا بالنسبه ليا راه كنقطع، ما نخافش على صباعي، كنقطع فوق بلاستيك، هذا بلاستيك نقطعو فوق. شوف الناس كيفاش هنا بالنسبة عملية بزاف، واحد نقدر نقبطها بحال هكا ونعمرها باش ما بغيت. بالنسبة لأي حاجة عرفت معايا، بالنسبة للربيع، الكراك، المعدنوس، أي حاجة. أهم حاجة هي أنها ما كتجرحش، وهذا راه ماشي خام، هذا راه بلاستيك دايرين واحد، يعني ما قطعاتوش. نزيد لكم حاجة أخرى، نزيدو هادشي كامل باش تعرفوا قوة والاصلي من ليميتاسيون. شوف معايا كلاسيكا، ها هي كلاسيكا، ما غاديش تقطع. يا سلام يا سلام، ما كرافس، ما تحاولش نيلو بزاف حتى بخير. ما كتاثرش على الرخامه، ما كتاثر على حتى شي حاجه. هنا بالنسبه كرافس ديالنا ها هما، وهنا دابا ندوزو للربيع حتى هو الدان. الدان من الراس دابا ديال العواد، غنقلب ديال العواد، العواد كنحط فيها بحال هكا، كنبقى نجمع فيه. هادي الناس اللي كيبغيو شي حاجة مانيال، كيف الرخامة، كون دابا فايبيان، واحد معايا، وماشي غير ربيع، يمكن ليا حتى بغيت نعمر شي حاجة، معايا ربيع كيفاش كتقطع، بسهولة قطع الربيع تاعي، بغيت نعمرها بالدجاج، بالحوت، باش ما بغيت نعمر أي حاجة. كينقلبها بحال هكا ونجمع بها، منها كتجمعي بها، منها فوالا بغيت تعمري بحال مثلا إلا كنتي باغا تعمري السمان، دير شوية الشحمة، حتى الشحمة درتيها فيلي راه كتقطع حتى هي كتهرب. فوالا وهنايا ها هو منين هي بسرعة بسرعة فائقة. ها هو نحيدو هنا، فوالا ها هو هنا. بالنسبة عمري الدجاج، عمري الحوت، حتى بالنسبة للسردين، هذا راه الربيع والخضرة. انا بغيت تعمري. فوالا دابا غادي نحيد. بالنسبة لهذي بغيت نغسلها، كنفتحها من هنا، نحيد الهويد، كنحلها على جوج،
نوصيها نيطويها ونرجع نسدها نخدم بها. هذه بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا الضوء، هذه زوينه، هذه رائعه، هذه كدير الحمد لله. بالنسبه لهذه اللي بغاها بوحدها هذه كدير 80 درهم مع الباك. البنات هذه هي اللي داخله في الباك مع الباك 80 درهم. اه فاهي بعد انا بعد انا بالنسبه هذه كدير 80 درهم بوحدها، هذه اوريجينال راه ماشي ليميتاسيون كيتباعوا، راه ماجيك بلو طبوعه فيها، هذه ما كتجرحش ما كتصداش كتبقى دائما. هذا بالنسبه للاكسسوارات الحقيقيين، الناس اللي كيبغيو الاصلي هذه راه اصليه، يعني هذه اصليه يورثوها ولاد ولاد ولادك، كتبقى ماضيه كتبقى مزيانه، ما اصلا ماضياش هي، يعني كتبقى صالحه صالحه المدى الحياه، غير حافظي الا ما توضريهاش وصافي. هذه هي اللي قلتي داخله في الباك، هذه مع الباك هذه كدير 80 درهم. شرح لهم عفاك هذا الباك. الباك كيتكون الباك دابا من القطاعه، القطاعه 250 درهم كما قلت لكم، ملي كتدخل مع الباك كنطيحوا في الثمن تاعها. بالنسبه للهاشوار حتى هي كدير 80 درهم، ولكن ملي غندخلوها في الباك غطيح الثمن تاعها. حنا في الاخر ملي نكملوا الباك غنعطيو الاسئله الحقيقيه باش كنبيعوا بياسه، والباك مجموع حتى هو بشحال بياس. دابا غادي ندوزو لهاد العجيبات، شوفوا معايا هذا راه بزاف الناس كيقال ايكونوم، هذا واعر، راه بزاف الناس كيقلبوا عليه، راه داير ضجه حاليا في الدول العربيه كلها الى المغرب. هذا ماشي داك الموس اللي كيبيعوا ب 6 ريال، راه موس اصلي ماجيك بلو اي بليشوز. دخل الانترنت اليوتيوب وكتب اي بليشوز وشوف الخدمه تاعو شنو كيدير. اول حاجه شوف معايا هذا غنقبب كدي خضرة، كدي خضرة غير قشرة، شوفي معايا في وجهك كيفاش قشرة. هنايا بالنسبة إلا عندك السوسة كلك تزوليها بهاد الطريقة هيدي. بالنسبة لهاد لافاسون هذا الحوت، هذا اللول الحوت قشر الحوت بهاد الطريقة، كيتقشر بها البنات الخضرة والحوت، الخضرة والحوت بسهولة. عندك مازال ما سالينا بالنسبة لهادي كلك تقبطي بحال مثلا كنتي باغي تقطعي حتى لي شيبس تقطع لك لي شيبس ديالك رقيق كلك تقطع، او لي غوندير رقاق كلك تقطعهم بسهوله. هي حاجه بغيت تقطعك نحيدو هذا ونقبطو هذا. هذا بالنسبه لديكوغاسيون، شوف معايا بالنسبه لديكوغاسيون الا كنتي باغي تصاوبيها في الدار ديالك الخيار اي حاجه. كنقبط هذه نحيدها. شوفوا البنات شوفوا ركزوا على هاد هاد لي غوندير باش كتكوني حاذقه في الدار. واحد معايا هنايا فوالا ونقبض. الى عندك لا موندولين قطعتيها ميتي وهي تقطع عليا، شوفوا معايا بالنسبه للسلطه الهوايه. اي حاجه يا ماشي بالنسبه للكابون، راه بالنسبه للجميع انواع. واو تخيلي ولدك طيبي ليه هذه، ياكلها بالهواء، ياكلها بالهواء هما هادو، ياكلها بالضحك واللعب البنات. شوف الشميشات لما قالش لك ماما طيبيها ليا فوالا. حتى بالنسبه للتعمار الا كنت غنعمر شي حاجه كنقبط هذا الراس هذا وكنديرو هنا. الناس اللي كيعمروا الكورجيت او الدنجال فوالا ما كتهرش. واو شوفوا البنات كيجبد ليا غير القالب ديالها، شوفوا معايا هنايا كنعمرها باش ما بغيت خضره في قلب خضره او الديسير كنضغط عليها باش كتعمر مزيان. شوفوا معايا هنا كتولي حاذقه في الدار، كتولي متنوعه في الاطباق، كتولي خطيره جدا. شوفوا البنات هاد اللقطه اللي جايه هانتوما شوفوا سمير ولا حاذق، حنا ما غاديش نكونوا حاذقين. هادي غير لي ماشين الجهد من لا ماندولينا وحتى هادي يمكن يضربها بالجناب بحال هكا. يا سلام يعني حتى هي يمكن يدير لها الطريقه مقطعه، يعني يمكن يزوق بها بهذه الطريقه هادي ونقطع الخضره ديالي بهذه الطريقه كتجي رائعه جدا ولا اروع. شوف معايا كيفاش جات هنا بالنسبة خيزو في قلب الخيارة، شوفوا ما تعرفوا خيارة ولا خيزو واه ديكوراسيون باش داير. بالنسبة لهذا حتى هو
كندير بهذه الطريقه حتى هي. هذا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يبدعوا يعني في لي سالاد وعندهم ضياف بزاف، ف اول حاجه حتى بالنسبه للناس في رمضان يقطعوا الديكورات باش كتفتح الشهيه ان في رمضان العيل اللي كتاكل. العيل اللي كتاكل فعلا. قطع بهذه الطريقه. شوفوا. شوفوا معايا هنا وناخذ كذلك هنايا، لاحظوا معايا نقبض الدجاج ديالي. ندير واحد السليلة ونعمرها باش ما بغيت خضرة في قلب خضرة ونحطها بحال هكا وسط. كيدير هذا عجيب جدا حتى بالنسبة ماشي غير الكيوي كذلك. واحد الكيوية ها هي جيبي الكيوي، كيوي بيض مسلوق أي حاجة كندير في حدا الجاي. شحال ساهلة البنات، شوفوا ساهلة واعرة. شوفوا قرب قرب للكاميرا. ما تهزوش الهم من العبار ولا شي حاجه اخرى. شوفوا حتى بالنسبه للبيض، البيض بالنسبه للفلفله بغيت نعمرها نقطعها بحال هكا نخويها نعمرها نعاود نسدها. شوفوا الطريقه هذه بزاف. هذا الشيء كنوريك انا، راه كديري في البنان، ديري في التفاح، ديري في الفريز، بيض مسلوق، اناناس. ديكورات الكيويه ديالنا اللي هي هذه، هذه رائعه. يمكن نخويها كذلك ونعمرها باش ما بغيت. ديكوراسيون كينقي عندي كما الى عندك السوسه. شوفي معايا الى عندك السوسه هنايا ساهله، كديري هكا وكتحيدها بسهوله. السوسه بوحدها كتحيد لك غير السوسه بوحدها، عنده عده استعمالات. واعر واعر هذا، راه مازال بزاف الخدمه كيديرها، غير ما ساليش باش ما كاينش لي برودوي باش نبينوها. هذا كيدير 100 درهم وكيبقى مع الباك بثمن جد 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 طايح. دابا ندوزو نشوفو اخر ما كاين. فوالا هادي بالنسبة، شوفو معايا ديال لي شونسون هادي. شوف تخرج واعر، هادي يمكنك تعمريها باش ما بغيتي. حنا ما عندناش باش نعمروها زعما، مثلا عمرها بالبصلة اولا بصلة كبيرة شي حاجة مربعة ولا صافي سير بلاش بلاش. شوف عمرها بهذا، عمرها بهذا صافي تخربيق داكشي نخسرو العجينة. هنايا غنقبض العجينة ديالي وغنضغط عليها بهذه الطريقة غادي نفتحها. شوفوا معايا هادي البنات الاله ديال لي شونس، هادي واعره جدا. شوف شحال جديه تعمرها باش ما بغيتو كنتعمروها. شوف فرماج اي حاجه بغيتو، اي معامره كاع معامره وجات باينه. شوفوا الثانيه البنات اللي غادي بارطاجي معكم، فوالا هي هادي تخرج بحال هكا. وهنايا يمكن نعمرها باش ما بغيت. هنايا نديرو هذا هو اللي مقطع شويه فرماج اي حاجه تقدروا تعمروا بها البنات. هذا عليها بهذه الطريقه، شوفوا شحال كتجي زوينه. شوفوا دي رائعه جدا، مع ان سمير راه ما حطش العجينه ديال لي شونسون، هذه راه العجينه ديال شي حاجه اخرى. هذه عجينه صعبه ديال التزوافريه. فوالا هي هذه. شوفوا شوفوا البنات الشكيلات كيفاش كيجي، ما ديوش هذا المقاطي. لا لا لان البنات العجينه شوفوا ماشي ديال لي شونسون. المهم بالنسبه لهذه راك تشوفوا كيفاش جات. شوفوا معايا هنايا شي راه حطيتها لصقات مع اختها، ومع ذلك خرجت الديكور. ومع ذلك خرجت كيجي ديزاين ديالها كيجي واعر زوينه جدا. هي هضر عليها سمير هذه خطيره جدا. بالنسبه لهذه راها بروموسيون، راه ما كتباعش في السوق. هذه كتاخذيها ب 199 درهم في المواقع، فقط 100 درهم وتهناي في الدار بسرعه بسهوله. عجني حطي عمري قطعي، عجني حطي عمري قطعي. هذه 100 درهم بروموسيو دابا ديال لا ماجيك بلو، وشي حاجه واعره كاليتي هي هذه. مرحبا. وبالنسبه لهذا الفلتر هذا هو الاخراني، هذا بالنسبه للماء معروف ان الماء يكون موسخ، وقوه قراعي قراعي تما تما ولاو غاليين، يعني خصك واحد الصالير ديال 1500 درهم غير ديال الماء. الا خديتي هذا الماشين هذه غتهناي من الكاركير من السطا من جراتين اي حاجه كدوز مع الماء، هذه كتصفيها كاريمو. شنو كنقص ندير باش كنركبها؟ اول حاجه هذا هو الفلتر، كيمشي بهذه الطريقه هذه بهذه المجموعه كامله ماجيك بلو. اول شيء كنلقاو ندير بحال هكا، حنا مسدود بحال هكا كتشريه بهذه الطريقه مسدود، كنحلو من هنا وكنحل هذا كومبلي. فوالا كناخذ هذه الاولى كنركبها في الفلتر في الروبيني ديالي، كنحيد واحد الفيلتاج يا اما كيكون خارج يا اما كيكون داخل على حسب، وكنقلب هادو كيعطيني كاعطيك معاه هادو خمسه كنشوف اللي غيركب. بحال مثلا هذا ما غيركبش، هذا مابقاش خدام عندي، هذا
ما يركبش ما خدامش عندي. شوفوا هذا هذا راكب مزير، شوفوا هذا فوالا انا راكب مزير، نعاودو هذا فوالا هذا 100% هو ديالو. ها هو هذا هو ديالو، ها هو ركب ليا. الا ما كان عندك حتى شي واحد كيركب في هذا يمكن تستعملي هذا، هذا كيتخشى غير بحال هكا تبركي عليه وكتزيري فوالا. حنا المهم عندنا هذا هو ركب، ركبناه نزيروه فوالا هو تزير، نرجعو هذا كما كانت ونركبو هذا. هذا هو المهم في هادشي كامل. إلا ركبت هادي صافي ركبت لاباراي فوالا، هاهي ركبتها لاباراي تاعي ركبات، غنرجع نركب هنا فوالا. هاهي ركبات عندي لاباراي، ناخد الفلتر ديالي اللي هو هذا، تكون يدي نقية لأن هذا هو اللي كيصفي هاد الحجرة. هي اللي كتصفي هنا، كاين هاد الحجرة كبيرة غليظة يعني الما كيدخل من هنا لداخل، كتلقاي الكربون، كتلقاي الرملة، كالكير، فوالا أي حاجة كتدخل في التصفية ديال الماء، ومني كتدخل الماء من هنا كيخرج من هنا. هنا كاينين بزاف ديال لي فيلتر هنايا، تا هما كيعاونو باش الماء حتى شي حاجة من غير الماء ما تخرج. كنسدها بهاد الطريقة، كتطلع هنا ليكخو باش تبان ليا الفيلتر تاعي فين وصل، وكنسد لاماشين ديالي. شوفي معايا هنايا عندنا طراب، هو هذا، شوفي معايا طراب. هاهو نخلطو الما باش يتوسخ مزيان فوالا، هاهو اللي توسخ بزاف. هنايا غادي نخدم لاماشين ديالي، شوفو الما كيفاش غيخرج سيرو هاكا دابا ندور الفيلتر. دابا الما ديال الروبيني عالي، هنا غيدوز الما ديال الفيلتر ديالي غيتصفى. أول حاجة كيتعطل أنه كيتصفى، شوف معايا شوف الما كيفاش خرج. هنا غنعاود نقلب نسكتو هادي لأن كتخدم بالضو. فوالا شوف معايا الفرق ما بين الماء اللي كنشرب ديال الروبيني وما بين الماء مصفي صافي كاريمو. هذا هو الماء اللي خصك تشربي، وهذا هو الماء اللي نورمالمون حنا كنشربو. القوة ديال الفلتر كيفاش كتصفي؟ شوف الفلتر صفية بالنسبة عطات لي الماء باين. بلا ما نوضح بلا ما نهضر على الفلتر، الفلتر هذا على راسو وانتوما اللي كتحكمو على الفلتر. بالنسبة لهذا الفلتر هذا كيدير 280 درهم، 280 درهم اللي بغاه بوحدو راه كيدير 280 درهم. بالنسبه للباك دابا ندوزو للثمن ديال الباك فوالا. عندك حسب معايا عندك هذه 250 درهم، هذا 80 درهم، وهذا 100 درهم، وهذا 280 درهم. هذه الباك كومبلي هي اللي قلنا لكم حنا باش نحسبوها. راه عندك هنا غير 250 هي 560 درهم، زائد هذا هي 660 درهم، يعني تقريبا 750 درهم الا بغيتي الباك كامل. الا بغيتي تاخذيه مجموع كامل كتاخذيه فقط بشحال الباترون هذا كيبقى كومبلي؟ عندك 25 هي 50 200 هي 250 150 هي 400 درهم. من 750 كيبقى لكم الباك كامل غير 400 درهم بمناسبه شعبان، وكتاخديها كومبلي وما تنسايش. شوفوا معايا باش تزيدوا تزعموا الفلتر، يعني بحال كتاخدي فلتر. وبالاخص كاين هاد الايامات كاين المشكل ديال الماء اللي كيتقطع وداك الشيء، وكيجي مع لي زوغيغ وكيجي مع. شوف هنايا كتاخدي الباك كامل غير 400 درهم فقط عوض 750 درهم، يعني 350 درهم ريديكسيون بالنسبه لهاد الفتره ديال شعبان ورمضان. دابا ندوزو شكون معايا الحيمات. هذه الهاشوار البنات كنقبطها وتخدم ليا. بالنسبه للحم، بالنسبه للدجاج، الحوت، بالنسبه للرمضان كتنفع بزاف،
وبسرعه بسهوله وسد بزاف. هاي بالنسبه للبصله شوفي معايا هنا البصله كذلك بصله صينه ديريكتوم ملوحيها سدي هذه باش نعرف القوه 2000 واط واحد جوج ثلاثه هيا بسرعه بسهوله صغار ضيق كرافاس مهزوز اي حاجه هنايا نطو شوفي معايا البصله ها البصله ديالي مشلضه هي هذه البصله تاعي نمشيو كذلك للربيع شوفي معايا الربيع قبط الربيع ديالي بكل شيء ليه بالعواد ديالو قبطه الاولى نمشيو ثانية نمشيو قبطة ثالثة نمشيو القبطة الرابعة هنايا ربعة القباطي ونزيدو حتى العواد يعني ربعة القباطي بالعواد ديالهم وإلا حسبتيها بالعواد ثمانية القباطي ونزيد على ماشي هنا بالنسبة للربيع غنديرو جوج دورات علاش غنديرو جوج دورات نطحنها ونعاود نقلبها الربيع كيدور على الموس حيد هذا كيدور على الموس وهنا الربيع تاعي راه فازل هادو وعيني ميزان بالنسبه للكرافس تحشي راسك انه فازل شوفوا في البصل فوالا شوف معايا الربيع تاعي حبه على حبه شوف الربيع يا سلام حبه على حبه الربيع بقوله لي زيبيناغ اللي بغيتيه بسرعه بسهوله بلا عذاب بلا تماره نعطيك معاها كاس ديال لوكس نعطيك معاها كاس الزاج شوفوا هنايا كاس لوكس كاس الزاج نعطيك جوج من هادو وكنعطيك ربعات المواس اللي فيهم موس واحد اللي فيها موس بحال هكا كنعطيك ربعه زائد بالنسبه للناس اللي بغات تحلي مثلا الثومه شي حاجه خفيفه كتركب لي هذا ولا باش تخفي بالضو مانيالمون بروموسيون هذه كدير 3 طرون اينوكس شي حاجه كاليتي هي مطبوعه فيها بالنسبه لينوكس تاعها بروميير كاليتي 5 نجومه هذه كدير 300 درهم كتاخذيها كومبلي بالصحه والراحه ومع المواس في الاكسسوار ديالها شي حاجه بون كاليتي وفيها 5 ديال المواس دابا شوفوا الدجاج فين وصل البنات شوف سكاي ويناتكم داكشي بان ليا تحمر اللهم بارك هادي بالنسبة للدجاج ها هو شوفوا البنات ورينا الطياب ديالو فوالا هنايا ها هو هنا البلايصة ديالو شوف الكبدة كيف البنات هادي الكبدة هادي القنصة وهنايا غنشوفوا شحال ديال الزيت الزيوت شوف هادي شحال ديال الزيت تلقى تجي تدير الشبكه باش كيتصفى هاد الزيت شوفوا معايا هذا راه ماشي ما تقريبا داك الماء اللي كان فيها والزيت هنا دابا سبحان الله صوب فيه فريت بلا ما دير هنايا يعني غنصنع المقيد ديالي البنات تحمر تحمر وطاب من الداخل من الداخل الداخل حتى الوصل للعظم شتي كتجي ساهله تقرميشه بطبيعه شد قميله لو باش نعرفوا الدجاج ديالي راه طاب سيغ 100% ماشي غير الشكل دابا غادي ندوزو للمركز والدجاج هضرو باقي سخان كيفاش كيفاش جاو صحيين ما فيهم لا عطريه هنا بالنسبة شوفي معايا كيجيو مقرمشين بحال اللي لقليتيهم في الزيت شوفوا المركز سوسيطة حطيهم بحال بقى بقى نلبسها هنايا وحتى هي لاحظ معايا الزيت ديالها ديال الفخيدات سوسيط بطبيعة الحال هنايا ندوزو دابا نشوفو اشنو تنبات ليا هادو هادي هذا بالنسبه للزنجبيل هنا فين حمرنا النافع النافع
هنا فين حمرنا اللوز شوفوا تبارك الله اللوز بقيت كي محمر محمر يعني اللون واحد وهنا جنجلان حتى هو محمر تبارك الله هذه هذه بالنسبه لا مارك ديالنا هذه لوكسيكال وغنيه عن التعريف اللي بغى يسوق لوكسيكال يصور راه كتبدا من 1500 درهم من فوق شي حاجه كاليتي توب وما غتلقايهاش الا ما تحمق راسك في السوق لان هاد لا مارك هذه الا بغيتيها اجو تحمق راسك لان غتلقاي بزاف ديال الفراير ولكن باش تلقاي هاد السعه الكبيره هادي حنا نورمالمون لانها اصليه كنقولوا 5.5 ولكن الا خديتيها من على برا ونتحدى اي واحد عنده هادي واخدها فيها 10.5 او 11 ايترو يدير فيها جوج دجاج ما تهزش لي جوج دجاج تهز لي دجاجه واحده هادي 5 لانها 5.5 حقيقيه اصليه ماشي غير كتبه في الكارطون هادي بروموسيون كتبقى 820 درهم اخر ثمن بدون مفاوضه 28 كونوا اكيد انكم تاخذوا بياسه واعره ما كاين لا 1200 لا 1300 28 درهم لا مارك توب 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 ديرو ما قلت لكم هاد الناس من الاير فراير للطحان هنايا نخدموا لا ماشين ديالنا فوالا اول حاجه حلو هذا خدموا هادي واحد اثنين ثلاثة أربعة صحاب سلو ها 4 دقائق 5 دقائق و جوج ديال سلو ها هو وجد انا بالنسبه شوفي معايا سلو سلو فري بدون ها هو شتي هنايا شوفوا تبارك الله كي تنيل تنيل ديال يعني دابا ندوزو دابا غنطحنو الزرع اصعب حاجه دابا غنطحن اللوز وهنايا غادي نديرو الزرع نسدو لي ماشين بجوج غادي نسدوها وكذلك هادي غادي نزيروها لان الزرع بما نحدلكو هنايا خلوا الحلوله باش تخدموا بها بحال هكا اللوز خصو ضروري يتحرك ونخدموا واو هذه التحليكة هذا غيجي في سلو واعر هذه هي لا ماشين نقول لكم ماشين خطيرة 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 شوف معايا هنا آمنوا ما دير لا زيت لا والو اشنو هنا؟ دابا الزرع الزرع بنو خالصو ما تبقايش تاخذي الدقيق انت اصلا ما تبقايش تاخذي الدقيق شوف معايا شو الدقيق يا سلام شوف شوفوا البنات تبارك الله عندك الزرع في الدار كل عجنه طحني فيها قياس واعر 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 هذا الزرع المفسخ هي هذه الماشين خطيره جدا الماشين تبارك الله واعر هذه تنفعك بالنسبه لجميع الانواع العطريه انا ما بغيتش ندير عطريه لان كاع لي ماشين طحن عطريه بطبيعه الحال غير باش ماشين طحني فيها الزنجبيل طحني فيها اللوز اللوز دائما غير نصيحه للناس ملي كطحني اللوز ضروري ملي طحني واحد شويه كتسكتيها كتقلبي باش تحل لك انا بالنسبه للزرع بالنسبه للعطريه كلها هذه بروموسيون 400 غرام تقريبا نص كيلو 400 غرام كتهز نص كيلو 400 غرام هذه كدير بروموسيون كانت ب 900 درهم ولا 600 درهم
بروموسيون فقط. وكاينه الصغيره ديالها ديال 250 غرام، غير هاد 250 غرام ما كطحنش لك الصفوف. من خصهم خصني بالنسبه لهم خصني نحرك لا ماشين بحال هكا، هذه ما كتحركش، انت غتشديها بحال هكا وتبقى ديري هكا نقطه فوالا انت بحال هكا ها فوالا، هذه كدير 500 درهم بروموسيون. ودابا قريبا سالين فقط نشوفوا الثمنه. ها انتم البنات شوفوا كاع هاد المنتوجات اللي كتشوفوا فيها دابا هنايا، ها هما الاطباق اللي كيخرجوا. شوفوا من الطحين ديال سلو الطحين او لا تقطاع ديال الخضر. شوفوا تبارك الله الكفته كيفاش كتطحن، يعني طحنيها غير في الدار ما تشريهاش جاهزه، طحنيها غير اللحم. شوفوا الطياب ديال الدجاج، شوفوا الهشوار ديال الربيع والبصله. ودابا غادي نبارطاجي معكم هذا، كيبارطاجيو في الفيسبوك، كيبارطاجيو مع كلشي مع صالحه. فوالا هذه كدير 630 درهم 90 سنتيم، راه كاينه على ماجيك بلو. كاين كذلك هذه كتفتح بحال هكا، هذه كدير بروموسيون 250 درهم. كاينه كذلك هذه العجاله، هذه كدير 7 برو، هذه فينيسيا، هذه سي خطيره جبناها خاصه برمضان وشعبان، هذه 7 برو فينيسيا كدير 900 درهم بروموسيون. كيما شفتوا هذه ولتكم قوله ديال لينيا هذه كدير 100 درهم. وهنايا كنكونوا كملنا هذا ميكسور العجيبه، هذه ما كاينش في السوق، هي ميكسيكال تابعه لهذه، فيها ميكسور وفيها بلونجوار وفيها حتى هاشوار. هذه رائعه جدا خطيره، شي حاجه كاليتي جيرماني غارونتي جيرماني كاليتي، هذه كدير 350 درهم، شي حاجه توب. بالنسبه هنا كنقول لكم كملنا الفيديو ديالنا، كنقول لكم عواشر مباركه. بالنسبه للبروموسيون في شعبان ورمضان، بالنسبه للناس راه كاين محل في عين الشق، كاين الاخت الزهراء تما، يمكنهم يجيو هنا لبورغون. بالنسبه للارسال داخل كازا 30 درهم والدفع عند الاستلام، بالنسبه لخارج كازا الدفع قبل الاستلام زائد فلوس ترونسبور او لا تخلص لك السلعه وتخلص ترونسبور. مرحبا بكم، كنقول لكم عواشر مباركه.